يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطرق الصوفية يقولون في دعائهم مدد يا جيلان، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ هذا هو الشرك، نعم. مدد يا جيلان يعني أمدنا، يطلبون منه وهو ميت، يطلبون منه المدد، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا جيلاني، هذا هو الشرك، هذا شرك أكبر، نعم.